السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للدرس التاسع والدرس الأول في الوحدة الثالثة، المرجع الجيد في الرياضيات للمستوى الثاني. إذا نبدأ على بركة الله. عنوان درسنا لهذه الحصة قياس الكتل، الكيلوغرام والغرام. قياس الكتل، الكيلوغرام والغرام. الأهداف التعلمية: يتعرف المتعلم أو المتعلمة وحدتي قياس الكتل الكيلوغرام والغرام ويوظفهما. يتعرف العلاقة بين الكيلوغرام والغرام، يقدر كتل أجسام معينة ويقارنها. إذا لاحظوا معي ولاحظوا الميزان وأكتبوا كتلة الفاكهة. إذا لدينا هنا الأناناس، إذا لدينا سنجات 500 غرام، 200 غرام و 100 غرام. إذا 500 زائد 200 700 زائد 100 800. إذا كتلة الأناناس 800 غرام. كتلة الليمون، إذا لاحظوا معي تدريج 1 2 3 4 5. إذا 500 غرام، كيلوغرام، كيلوغرام، كيلوغرام و500، 2 كيلوغرام. إذا كتلة الليمون 2 كيلوغرام. أصل الشيء المناسبة بالكتلة المناسبة. إذا لاحظوا معي هنا علبة السكر وزنها كيلوغرام واحد. إذا الطماطم 100 غرام، 10 غرام أو 8 غرام، إذا 100 غرام. البطيخة 8 كيلوغرام. الريشة 10 غرام. أحيط الكتلة المناسبة للطفل ثم للكتاب. إذا الطفل هل وزنه 200 كيلوغرام، 28 غرام، 5 كيلوغرام أو 28 كيلوغرام. إذا وزن الطفل هو 28 كيلوغرام. وزن الكتاب 30 كيلوغرام، 300 كيلوغرام، 300 غرام أو 3 غرام. إذا وزن الكتاب 300 غرام. أحيط أقل عدد من السنجات للحصول على 360 غرام من العدس. إذا لنحصل على 360 غرام من العدس باستخدام أقل عدد من السنجات، إذا سنستخدم 100 غرام، 200 غرام و 100 غرام، 300، إذا 60، إذا 50 و10، 60. إذا 200 غرام زائد 100، 300 زائد 50، 350. زائد 10، 360، 200، 300، 350، 360. ألاحظوا وأكمل بكتابة أخف من أو أثقل من. إذا علبة المربى هل هي أثقل من كرتين، من كرتين أو أخف من؟ إذا لاحظوا معي الإبرة تشير إلى الوسط. إذا أزلنا كرة، إذا علبة المربى ستكون أثقل من كرتين، ستكون أثقل من كرتين، أثقل من كرتين. علبة المربى ستكون أخف من 4 كرات أو أثقل. إذا أضفنا كرة، إذا الإبرة ستتجه إلى الكفة الأثقل، إذا علبة المربى ستكون أخف من 4 كرات. ألاحظ وأكمل. إذا لدينا قالب سكر، إذا كتلة السكر لدينا سنجتين كل واحدة تحمل رقم 1 كيلوغرام، إذا كيلوغرام
2 كيلوغرام. إذا كتلة السكر 2 كيلوغرام. إذا كتلة المحفظة، 2 زائد 3 زائد 1 3 زائد 1 4. إذا كتلة المحفظة 4 كيلوغرام. ولاحظوا وأكمل كتلة السردين. إذا السنجة تحمل رقم 2 كيلوغرام والسنجة تحمل رقم 1 كيلوغرام. إذا ما هي كتلة السردين؟ إذا كتلة السردين هي 2 زائد 1 3 3 كيلوغرام. ولاحظوا ثم أرتب من الأثقل إلى الأخف الكرة المقلمة الكتاب. إذا لاحظوا معي الكرة أثقل من المقلمة، الكتاب أثقل من الكرة. إذا الأثقل هي الكرة، الأثقل هو الكتاب. الكتاب لأن الكتاب أثقل من الكرة، الكتاب ثم الكرة لأن الكرة أثقل من المنقلة، ثم الكرة ثم المقلمة. المقلمة وليس المنقلة، المنقلة هي أداة للهندسة. المقلمة. إذا الكتاب ثم الكرة ثم المقلمة. ولاحظوا الميزان وأحسب كتلة البطيخة. إذا لاحظوا معي كتلة البطيخة لدينا في الكفة 5 كيلوغرام، الإبرة تشير إلى الوسط، وهنا توجد البطيخة مع السنجة مكتوب عليها رقم 1 كيلوغرام. إذا 5 ناقص 1 4. إذا كتلة البطيخة هو 4 كيلوغرام. إذا ننقص 1 كيلوغرام ثم نحصل على كتلة البطيخة. كتلة البطيخة هو 4 كيلوغرام. نكمل. إذا لاحظوا وأكمل كما في المثال. إذا كتلة اللصاق هي نفس كتلة 4 كلال، 4 كلال. إذا لاحظوا معي حين تشير الإبرة إلى الوسط فإن الكفتين تكونان نفس الوزن، تتضمنان نفس الوزن. لاحظوا معي كتلة المقص هي، لاحظوا معي أيضا الإبرة تشير إلى الوسط نفس كتلة سبع كلل، 1 2 3 4 5 6 7. لأن كتلة المقص هي نفس كتلة سبع كلل. كتلة الكتاب لاحظوا معي أيضا الإبرة تشير إلى الوسط، كتلة الكتاب نفس كتلة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 11 كلة. ولاحظوا كتلة الرمانة وأشطب السنجات الزائدة. إذا وزن الرمانة هو 275 غرام. إذا 250 زائد 10 زائد 20 70 زائد 5 275. إذا السنجات الزائدة 10 غرام، 100 غرام و 2 غرام. إذا 250 زائد 20 270 زائد 5 275. إذا ألاحظوا كفتي الميزان ثم أكمل.
لاحظوا معي لدينا في هذه الكفة موز مع سنجة مكتوب عليها رقم 100 غرام، وفي الكفة الثانية 500 غرام. إذا ننقص 100 غرام من 500، إذا كتلة الموز هي 400 غرام. إذا لدينا السؤال رقم 13، ثمن الكيلوغرام الواحد من البطيخ هو 3 دراهم. 3 دراهم. ألاحظ الميزان وأحسب ثمن البطيخة. إذا لاحظوا معي الميزان، كتلة البطيخة هي 5 زائد 2 7، إذا 7 كيلوغرام. كيلوغرام، وثمن الكيلوغرام الواحد من البطيخ هو 3، إذا 7 كيلوغرام في 3، 3 دراهم تساوي 21 درهما. أقوم تعلماتي، أحيط الجواب الصحيح. إذا لاحظوا معي في الصورة الصندوق، كتلة الصندوق لاحظوا 1 2 2 كيلوغرام، وأيضا في كفة الصندوق هناك 500 غرام. إذا 2 كيلوغرام نطرح منها 500، إذا كتلة الصندوق هي 1500، 1 كيلوغرام و500 غرام. أحسب كتلة صندوقين من نفس النوع، إذا كتلة صندوقين من نفس النوع، إذا 1 كيلوغرام و500 غرام زائد 1 كيلوغرام و500 غرام، إذا كم تساوي؟ إذا 1 كيلو 1 كيلو 2 كيلوغرام، كيلوغرام و500 غرام 500 غرام، 1 كيلوغرام، إذا 3 كيلوغرام. كتلة صندوقين من نفس النوع 3 كيلوغرام. إذا أكمل، كتلة البرتقالي هي، لاحظوا معي لدينا هنا أناناس و3 حبات من البرتقال. إذا كتلة الأناناس والبرتقال هي 2 كيلوغرام و500 غرام، وكتلة الأناناس كيلوغرام و500 غرام. إذا ما هي كتلة البرتقال؟ إذا كتلة البرتقال هي، لاحظوا معي، إذا حذفنا كيلوغرام واحد و500 غرام كتلة الأناناس فسنحصل على كيلوغرام واحد. إذا كتلة البرتقال هي 1 كيلوغرام. أدعم مكتسباتي. إذا ألاحظ وأكمل، إذا كتلة الكرز، كتلة الكرز 100 غرام زائد 50 غرام، إذا 150 غراما. كتلة المشمش، إذا 500 زائد 50 550 زائد 20 570، إذا 570 غراما. كتلة علبة السردين 200 غرام زائد 100 300، 300 زائد 50، إذا 350 غراما. التمرين رقم 17، إذا كتلة الكيس، إذا ما هي كتلة الكيس؟ لاحظوا معي كما نقول دائما، الكفة الأثقل تنزل إلى أسفل، إذا 2 كيلوغرام، والعدس أكثر من 2 كيلوغرام، إذا لدينا هنا 3 كيلوغرام كفة العدس، ارتفعت إلى أعلى، إذا أخف من 3 كيلوغرام، إذا كتلة الكيس ما بين 2 كيلوغرام و3 كيلوغرام، ما بين 2 كيلوغرام و3 كيلوغرام. السؤال رقم 18، كتلة سلة هبة وهي فارغة هي 1 كيلوغرام، اشارة هبة الخضراء والفواكه الواردة في الجدول، كم ستصبح كتلة السلة وهي مملوءة؟ إذا لدينا البطاطس 2 كيلوغرام، الجزر 3 كيلوغرام، البصل 1 كيلوغرام و500 غرام، الموز 1 كيلوغرام و300 غرام، التفاح 2 كيلوغرام و100 غرام. إذا سنضيف كتلة السلة، كتلة
دم واحد كيلوغرام لنعرف كتلة السلة وهي مملوءة. إذا الجرام صفر زائد صفر زائد صفر صفر، صفر زائد صفر زائد صفر صفر، خمسة زائد ثلاثة ثمانية، زائد واحد تسعة. إذا نكتب الكيلوغرام، واحد زائد اثنان ثلاثة، ثلاثة زائد ثلاثة ستة، ستة زائد واحد سبعة، سبعة زائد واحد ثمانية، ثمانية زائد اثنان عشرة. إذا كتلة السلة وهي مملوءة عشرة كيلوغرام وتسعمائة غرام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.